بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. السؤال الأول في هذه الحلقة من السائلة مها الشمري من دبي، تقول: بعض النساء تقوم بنقش الحناء في يدها وتكون بعدة كتابات، منها كلمة الله جل وعلا وأيضا محمد رسول الله، وتكون في بطن الكف، فهل هذا جائز أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أما الخلاف بالحناء فإنه جائز للنساء في حدود ما جرت به العادة وما يحصل به المقصود، وهو التزين لزوجها، لكن تغطيه عن الرجال غير المحارم، وإذا خرجت من بيتها تغطي أعضاءها، تغطي زينتها. وأما الكتابة، كتابة لفظ الجلالة أو كتابة اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يجوز، لأن هذا يعرض هذين الاسمين الكريمين للإهانة، وهو من العبث الذي يصان عنه اسم الله جل وعلا واسم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل خالد محمد من جيزان يقول: ما حكم وضع مكبرات الصوت في الحفلات التي تقام في بعض المدارس الخاصة بالنساء، علما أن الصوت يسمع من خارج المدرسة وكذلك في بعض حفلات الزواج، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة في هذا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز رفع أصوات النساء مطلقا بحيث يسمعهن الرجال، لما في ذلك من الفتنة، سواء كان ذلك بواسطة مكبر الصوت أو غيره، سواء كان ذلك في الحفل المدرسي أو حفل الزواج. فأصوات النساء لا يجوز أن ترفع بحيث يسمعهن الرجال، لا سيما إذا كان ذلك بالغناء وما يعمل في الزواج من غناء النساء وضرب الدف الذي شرع لهن في ذلك، إلا أنه لا يرتفع ويخرج بواسطة مكبر الصوت إلى الشارع أو إلى مجتمع الرجال، بل يكون ذلك في محيطهن وبينهن، هذا هو الواجب. نعم. فإن قيل أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا قول فيه نظر، قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني وترخيم فإنه محرم رفعه وسماعه للرجال. أما إذا كان صوتا عاديا لا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة تسأل أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول، فلا بأس بذلك للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة منيرة عبد الله من الدمام تقول: في أثناء الولادة أتلو آية الكرسي والمعوذتين وأنا في حالة عدم طهر بقصد التخفيف علي من الله سبحانه وتعالى وإذابتي الأجر، فما حكم فعلي هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا موضع خلاف، لأن المرأة الحائض والنفساء اختلف العلماء هل يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن مدة الحيض والنفاس يطولان عليها، فإذا منعت من القرآن تضررت، ولأنه لم يرد دليل صحيح بمنع الحائض والنفساء من تلاوة القرآن، وإنما هذا خاص بحال الجنابة، هو الذي ورد المنع للجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة. فإذا احتاجت المرأة إلى تلاوة شيء من القرآن للورد أو لتكرار حفظه لئلا تنساه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. المرسل عين راء من الزلفي يقول: ما الأسباب التي قد تسبب الإصابة بالسحر أو العين، وما علاج ذلك؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. الأسباب كثيرة، وعلى الإنسان أن يبتعد عنها أسباب الضار كالذهاب إلى السحرة والذهاب إلى الكهان والمشعوذين
المسلمين أن يبتعد عنهم وأن يستعيذ بالله من شرهم وأن يبغضهم ويقاطعهم، هذا أعظم الأسباب للسلامة من شرهم. أما الذي يخالطهم ويذهب إليهم ويجالسهم ويستمع إليهم أو يقرأ في كتبهم وشعوذاتهم فإنه يبتلى والعياذ بالله ويعاقب لأن يصاب بشيء من هذه الأمراض. فعلى المسلم أن يحذر من المشعوذين والسحرة والدجالين والكهان والمنجمين والخرافيين، يبتعد عنهم ويحذر منهم ويحذر إخوانه منهم، وأن يقاطعوا مقاطعة تامة ويعزلوا عن مجتمع المسلمين، إما بإقامة الحد عليهم وإما بطردهم من مجتمع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لا شك أن العين حق، فهل في الخوف منها؟ أما العين فإنها حق بلا شك. هل في الخوف منها شيء محرم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين، فالعين حق بلا شك. وهذا من آيات الله أن يجعل في بعض الناس شيئا من الحساسية والحسد، إذا نظر إلى شيء تأثر بنظره من حسده وشره، نظرة مسمومة والعياذ بالله. فهذا يتقى بالاستعاذة الله عز وجل والتوكل على الله، لأن بعض الناس يصاب بشيء من الوسوسة ويعتبر كل شيء فإنه يصاب به، وأن كل شيء أصابه فإنه عين أو سحر أو غير ذلك أو جن. الأمراض كثيرة والآفات كثيرة، ما هو كل شيء سحر ولا كل شيء عين ولا كل شيء جنون، الأمراض كثيرة، ولكن على الإنسان أنه يعالج إذا أصيب يعالج بالأدوية المباحة عند الأطباء، ويعالج كذلك بالأدعية والأوراد الشرعية والآيات القرآنية. الله جل وعلا حفظ المسلم وصانه بالذكر، بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يحصن الإنسان، حصنه من أعدائه من شياطين الإنس والجن. الذكر حصن حصين للمسلم، وإنما يصاب إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مع عظيم التوكل على الله جل وعلا وقطع الوساوس والهواجس. توكل الإنسان على ربه ويمضي في شؤونه ويقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما أن يخيل إليه أن كل شيء سحر، كل شيء نفس، كل شيء جنون، كل شيء من إصابة فلان، فهذا من وساوس الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم، هل في الخوف من العين فضيلة الشيخ شيء فطري مأذون به أو شيء جائز أو شيء محرم؟ ما حدود ذلك؟ إذا ثبت أن هذا الشخص عائن وأنه يصيب بعينه فيتوقع منه، عليه أن يتوقع منه بذكر الله عز وجل ويتحصن منه بذكر الله عز وجل. وإذا أصيب بالعين فإنه يعالجها بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يؤمر العاين فينفث على المصاب ويغسل من ثيابه، من ثياب العاين، من إزاره ودواخل إزاره، ثم يصب على المصاب، يصب الغسالة على المصاب ويشفى بإذن الله. قصدي الخوف منها يعني في شيء خوفان، خوف حقيقي وخوف موهوم كما ذكرنا. الخوف الحقيقي يعالج بما ذكرنا من ذكر الله والأدعية والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له شيء من الإصابة يعالجه بالعلاج الشرعي كما سبق. أما الخوف الموهوم فعلى الإنسان أنه يتوكل على الله ويتعوذ من يستعيذ من الشيطان ولا يلتفت لهذه الأوهام، لأنها تزيد عليه، إذا تأثر بها زادت عليه، إذا رفضها وتوكل على الله ولجأ إلى الله راح ذهبت عنه. أحسن الله إليكم. الأخت هدى محمد من الإمارات تقول ما الحكم في لبس النقاب في أماكن بعيدة عن الرجال كالبر وطريق السفر الطويل ونحو ذلك؟ وهل إذا أمر الزوج امرأته بالتنقب عليها أن تطيعه في ذلك؟ الواجب على المرأة أن تلزم الحجاب المعتاد في بلدها، إذا كان حجابا ساترا ومحتشما تلزمه ولا تتحول إلى ما دونه. التي من عادتها أن تلبس الحجاب على وجهها كاملا وتغطي وجهها كاملا ليس من حقها أن تتنازل إلى النقاب، لأن النقاب هذا عادة لبعض المجتمعات، فعلى المرأة أنها تحافظ على حجابها الساتر في السفر وفي غيره ما دامت بحضرة الرجال. أما إذا كانت ليست بحضرة الرجال فلها أن تكشف وجهها أو تكشف بعضه، لا حرج عليها في ذلك. إنما الكلام إذا كانت بمرأة من الرجال غير المحارم، فإنها تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها في السفر وفي غيره، وتبقى على حجابها الأصلي الذي عليه نساء بلدها، ولا تتحول عنه إلى ما دونه، لأن التحول عنه إلى ما دونه
يسبب تساهل شيئا فشيئا حتى تترك الحجاب نهائيا. أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الرحمن من الرياض تقول: زوجي هداه الله فيه خير كثير، لكنه قد ينظر إلى المرأة التي ليست من محارمه كالتي في الأسواق والحدائق، وأنا معه، وقد يقول لي: ليتك مثل هذه المرأة، وليت جسمك مثل جسمها، وغير ذلك مما يجرحني كثيرا. فأرجو من فضيلتكم أن تلقوا كلمة أو نصيحة لهؤلاء الرجال الذين يفعلون ذلك دون مراعاة لمشاعر زوجاتهم، جزاكم الله خيرا. أولا ننصح الأزواج والزوجات بأن لا يخرجوا إلى هذه التجمعات الفاتنة، أن يبتعدوا عنها، وإذا اضطروا إلى الخروج لحاجة من حوائجهم في بعض الأسواق فعلى الرجل أن يغض بصره، وعلى المرأة كذلك أن تغض بصرها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. فالرجال والنساء مأمورون من الله جل وعلا بغض البصر وبحفظ الفروج والابتعاد عن أسباب الفتنة، خصوصا في هذا الزمان الذي تنوعت فيه الفتن، وفي هذه الأسواق الحديثة التي يتجمع فيها كثير ممن ليس عندهم حياء ولا حشمة، فتحصل المفاسد العظيمة والمنكرات بسبب هذا التجمع بين الرجال والنساء. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سهى عبد العزيز إبراهيم من المحمدية تقول: هل وضع ما يسمى بالكعكع العادي حرام؟ وهل هو يدخل في حكم النساء اللاتي رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة؟ وما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المائلات المميلات: كاسيات عاريات، هل تجتمع الكسوة والعري؟ أرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة أن تنظم شعر رأسها بأن تجعله ضفائر من جوانب الرأس، أو تجعله ذؤابة مرسلة من جوانب رأسها، أما جمعه من خلفها أو جمعه فوق رأسها فهذا أمر لا يجوز، ولا سيما جمعه فوق رأسها، فإن هذا ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وهي الإبل التي لها سنامان. فالمرأة إذا جمعت شعر رأسها من فوق وعملت له رباطا أو شيئا يجعل له جرما يبين إلى جانب رأسها ويكون كأنه رأس آخر، فهذا هو المعني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأما أنهن كاسيات عاريات، لأنهن يلبسن ثيابا لا تسترهن، إما لقصرها وإما لشفافتها وعدم سترها ما وراءها، وإما لضيقها بحيث تبين أحجام المرأة، وإما لزينتها، ثياب زينة تجلب الأنظار إليها. فهؤلاء كاسيات بمعنى أنهن لابسات ألبسة، لكنهن عاريات لأن هذه الألبسة لا تسترهن. فوجود هذه الألبسة إنما هو وجود صوري لا يحصل به الستر والعياذ بالله، ولذلك حصلنا على هذا الوعيد الشديد: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومعنى مائلات مميلات: مائلات في أنفسهن عن الحق، ومميلات لغيرهن ممن ينظر إليهن من النساء والرجال. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل هاني محمد مصري مقيم بالمملكة يقول: عندما أكون في وقت الصلاة أقرأ سورة الفاتحة ثم أقرأ نصف سورة التين أو غيرها من السور القصيرة جدا من جزء عمه، ثم أكبر وأركع، فهل علي شيء؟ وأيضا عندما أجلس للتشهد الثاني أقوم دون أن أقول التشهد ناسيا لأني أقوم بسرعة، فهل أسجد سجود السهو أم عند قيامي من الجلوس أرجع وأجلس ثم أقول التشهد، أم ماذا أفعل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. أما المسألة الأولى وهي عدم إكمال السورة بعد الفاتحة، هذا ليس فيه شيء، إلا أن الأفضل أن الإنسان إذا قرأ سورة قصيرة أن يكملها، هذا هو الأفضل في ركعته أول وفي الثاني، في ركعة الأولى وفي الثاني إذا قرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة فالأفضل أن يكملها لأجل يحصل المقصود ويتم المعنى من قراءتها، لأنه قد يقف على آية لا يحسن الوقوف عليها ولا يتم بها المعنى. وأما التشهد الأوسط هو التشهد الأول في الصلاة، فإنه واجب من واجبات الصلاة، من تعمد تركه بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا فإن ذكره قبل أن يستتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع والجلوس
الإتيان بالتشاهد الأول، وإذا لم يذكر إلا بعد أن اعتمد قائما فإنه يكره له الرجوع لأنه شرع في ركن فلا يرجع عنه إلى أداء واجب. وأما إن لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع، يحرم عليه الرجوع. لكن إذا أتى بالصلاة والتشهد الأخير فإنه قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو يجبران ما حصل في صلاته من ترك واجب التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل جيم لام من الرياض يقول: ما الحياء المطلوب في المسلم والمسلمة؟ أي ما هو الحياء الديني؟ وهل كل حياء محمود؟ الحياء المطلوب والذي هو شعبة من شعب الإيمان والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير، هو الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق من الأخلاق والأقوال التي لا تليق، الذي يكف صاحبه عما لا يليق من الأخلاق، هذا هو الحياء المحمود والذي هو شعبة من شعب الإيمان، والحياء المرغب فيه الذي يكف صاحبه عن الشيء الذي لا يليق بالمروءة أو لا يليق بالدين. وأما الحياء المذموم فهو الحياء الذي يمنع من أمور الدين، الحياء الذي يمنع مما أوجب الله أو مما شرع الله، الذي يمنع من طلب العلم، الحياء الذي يمنع من طلب العلم، الحياء الذي يمنع عن السؤال، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه في دينه، هذا حياء مذموم وهو من الخجل المذموم لأنه يمنع الإنسان من تعلم أمور دينه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل علي عبد الله من الأفلاج يقول: ما الكذب المحمود وما الكذب المذموم؟ وهل قول بعض الناس هذه كذبة بيضاء صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الأصل في الكذب أنه مذموم ومحرم، قوله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقوله سبحانه: ومن أظلم ممن كذب على الله كذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. فالكذب مذموم، لكن استثنى منه الكذب إذا كان لمصلحة راجحة، مثل الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الكذب لإصلاح ذات البين، أن تأتي على اثنين بينهما تباغض وسوء تفاهم فتقرب ما بينهما ولو بالكذب الذي يؤثر عليهما، أن تقول لأحدهما إن فلانا يحبك ويثني عليك ويرغب المصالحة معك ثم تذهب إلى الخصم الآخر وتقول له مثل ذلك حتى يتآلف ويقرب بعضهما من بعض، هذا كذب من أجل مصلحة إصلاح ذات البين. والنوع الثالث كذب الزوجين بعضهما على بعض من أجل إصلاح العشرة بينهما. فهذه الأنواع الثلاثة من الكذب تباح لما فيها من المصالح الراجحة، وأما ما عدا ذلك فإن الكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. هذا فضيلة الشيخ ما ذكرتمه من النوع الثالث من الكذب، كذب على الزوجة، يحتاج الحقيقة بيانا مستقلا، لأن بعض الأزواج باغ حوله وفرخ ما يزال يحدث زوجته كذبا يظنه في سعة، هل هذا كذلك؟ إذا كان هذا يرضيها ويحسن العشرة معها فلا بأس به مهما كذبت، بس بشرط أنه لا يظلمها ويبخس شيء من حقها، وإنما يعيدها أنه سيعمل كذا ويعمل كذا شيئا زائدا عن حقها، أما حقها فلا بد منه، لا بد من القيام بحقها، حق الزوجية. نعم. كأن لا يذكر لها مثلا من أنسه وارتياحه في الخارج حتى يطيب نفسها فيقول أنه لم يتعشى أو لم يكن مجلس طيب، وهو ليس كذلك، لأنه لا يريد أن يتركها وحدها ثم يقول أني كنت في مجلس أنس وعشاء وصحبة، هل هذا من كذب مباح له؟ كأن يقول أنا لا آنس إلا معك ولا أحب إلا الطعام الذي تصنعينه وإلى آخر ما يقول لها لأجل أن يشجعها وأن يراقبها في حسن العشرة معه. الحمد لله. أحسن الله إليكم. نعم. المرسلة مها سعد من الجبيل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بلباس قصير تحت الركبة وذلك مع زوجها أو منفردة، أم عليها أن تستر جميع جسدها مع أن البيت لا يوجد به سوى الزوج؟ المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، فإن كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وجميع بدنها. الصلاة اللباس في الصلاة يختلف عن اللباس خارج الصلاة. نعم. فالمصلية يجب عليها
عليها أن تستر جميع بدنها ولو لم يكن عندها أحد إلا وجهها فإنها تكشفه إذا كانت خالية من الرجال غير المحارم. أحسن الله إليكم. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسل لام ميم من الرياض يقول: في مصليات بعض المستشفيات ونحوها تقام الصلاة 4 مرات أو أكثر، فإذا صليت مع الجماعة الأولى أو الثانية فهل لي أن أصلي مع من بعدهم بنية النافلة؟ لأن ذلك أنشط لي من أداء النافلة منفردا. ثم هل لي أن أصلي مرة ثالثة بنية النافلة أيضا لأكون قضيت 4 قبل الظهر وصليت 4 بعدها؟ لا 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 بأس بذلك. الأصل صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. فإذا كنت تنوي بصلاتك الثانية أنها نافلة وأنها الراتبة التي بعد الظهر 4 ركعات فلا حرج عليك في ذلك. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم حسن استماعكم. تقبلوا تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم.